لك يا اسر، عمال تفرق كده ليه؟ مش جاي لي نوم. عملت عمله غريبه، عمله غريبه قوي. شاير معقوله لحقت تنامي؟ عايز ايه يا اسر؟ بذمتك يا بشار انت جايلك نوم؟ حتى لو مش جايلي نوم لازم اتخمد عشان ابنك اللي بيصحيني من النجمة، والست الوالدة اللي ما بيحللهاش ان دي اللي ساعة الفجر زي بتوع اللبن. بقولك يا بشاير، هتسيبي بقى من كل الكلام ده وتفتكري حاجة واحدة بس، انك وحشتيني قوي قوي قوي. شكلك رايق ومعندكش شغل بكرة. بعدين ايه الحاجات اللي انت حطها على جتتك دي؟ الدنيا مش بارده قوي للدرجه دي يعني. ما انت لو ايدك في الميه ليل نهار وجتتك هلكانه في مسح وكنس وغسيل، ده غير انك بتهات ورا عيل وست عجوزه اعيل منه، كنت بردت اكتر من كده مره. بس تعرفي يا بشاير، مع ان كل اللي حوالينا في الدنيا دي خلي طعمها مش حلو وتزهق كده ودمها تقيل، لأن في حاجة واحدة بس بتطرع القلب كده وتعدل الدماغ وتظبط الموت، ويمكن ربنا سبحانه وتعالى محللها عشان مخصوص، عشان عارف باللي هيحصل لنا. يلا يا إسر انجز بقى واعمل اللي انت عايزه علشان الحق اتخيم انت مفوق للي ورايا بكره الصبح. انجز. مش انت اللي عايز؟ انا عاوز حاجه ولا طالب حاجه؟ تكنيله. طيب عملت خير، انا اوريدي متكتكه مش قادره، كنت اقلع هدومي في البرد ده. مش هينفع كده، مش هينفع كده خالص. لا لا بقى، لا ده حقي وشرعي كمان.